بغيت اللي كيشوف هذا الفيديو يبارطاجيه، حيت حتى شي واحد دابا ما غادي يقد يعاوننا من غيركم نتوما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله. المهم في هذه الساعات اخوتي كاين واحد الابيديميا، واحد المرض، واحد الطاعون كاين في الصين في مدينة ديال ووهان، اللي دابا راه داروا على واحد الحصار يعني باش تكون مراقبة على هذا المرض هذا. الاتحاد الاوروبي بطبيعة الحال تيعلن على حالة ديال الطوارئ وتي يعني تيكونفوكي جميع الوحدات يعني الطبية ديال الازمات اللي تكون في هذه المسائل ديال الصحة وهادشي، باش يشوفوا شنو هي المقترحات اللي ممكن انهم يديروها سيرتو في المطارات، في الناس اللي جايين من الصين يعني باش ما ينتشرش هاد المرض هذا الخبيث. اللي تهمني انا كامل في هاد الحلقه هذه هو انه كاينين مغاربه طلبه في هاد المدينه هذه ديال ووهان. اللي شفت انا دابا واحد الفيديو وداك الشيء علاش درت هاد الفيديو هذا، فيه واحد النداء ديال واحد المغربي اللي كاين تمايا في هاد المدينه هذه. اللي بغيت اخوتي هو انكم تنشروا هاد الفيديو هذا باش نعرفوا بهذا المرض هذا، ونكونوا على حذر، ويكونوا المغاربه كذلك على حذر، وكل الجميع على حذر من هذا المرض هذا. نخليكم مع الفيديو. بغيت اللي كيشوف هذا الفيديو يبارطاجيه، حيت حتى شي واحد دابا ما غادي يقد يعاوننا من غيركم نتوما. ووهان واحد المدينه اللي كاينه في الصين انتشر فيها واحد المرض اللي سميتو كورونا فيروس في الاول ديال هاد جونفي. الخبر ما توسعش بزاف وبقى على الصعيد المحلي ديال ووهان، يعني حتى شي واحد ما عرف بهذا الخبر من غير الناس اللي ساكنين في ووهان. من بعد وقعوا شي حالات مماثله في شي دول وحد اخرين بحال اليابان وتايلاند، وهذا الشيء خلى الخبر ينتشر بشويه بشويه. توصلت واحد الحاله مماثله في ميريكان وتعقبوا المرض ولقاو انه جاي من ووهان. من تما كنفجر الخبر وكلشي ولا عارف عليه. ولاو دابا شي حالات كارثيه، الا جيتي تلقى بنادم طايح، الصداع، الغوات، وكيف العاده سمعنا الهضره ديال ما تخلعوش. نتوما عارفين بحال هاد الحالات منين كيوقعوا المسؤولين كيقولوا نفس الهضره. المشكل اللي كاين دابا المسؤولين قرروا يديروا واحد الحظر ويسدوا المدينه ديال ووهان، يعني ما يخليوش بنادم يخرج من المدينه ديال ووهان. يعني الناس اللي تسالت لهم الفيزا غادي يلقاو واحد الصعوبه. الناس ديجا قطعت البيه ديال الطياره باش يرجعوا لبلادهم وما يقدروش دابا. وهنا فين كاين المشكل، حنايا طلبه مغاربه هنايا كاينين في ووهان ما قدرناش نرجعوا للمغرب. كل واحد والبلانيطاري ليه، كاين اللي تبلوكا في لايغوبور، كاين اللي يلاه كيوجدوا عرف بلي ما غاديش يقدر يرجع للمغرب. دوزيام ميديان تي في هضرات على المرض بشكل عام وما هضرتش على المغاربه اللي واحلين هنايا. السفاره ما سمعنا منها حتى شي خبر، وانتم عارفين بلي المناعه ديالنا ما تقدش تواجه هذا المرض اللي مميت. وشحال من واحد واكل الدق وحنايا دابا مخلوعين، والدينا مخلوعين، ما قدروش يديروا لنا الفحص ويصيفطونا في الطياره حيت اش مخلوعين ينتشر المرض في شي دول واحد اخرى ونصدقوا في المشاكل. وهذا الشيء علاش بغيتكم كاملين تبارطاجيو هذا الفيديو. بارطاجو واحد تيساوي واحد واحد اخر يعرف على هذا الخبر. وحنا غاديين الا بارطاجيتو بزاف تقد تكون عندنا واحد الفرصه ديال السفاره تسمع الصوت ديالنا وتحاول تلقى لينا شي حل. الا قلت لكم كنهضر بحال شي روبو فانا كاتب هذا الشيء في التليفون ديالي باش ما نبقاش ندخل ونخرج في الهضره، حيت هذا الشيء مهم وخصني نسالي معاه دغيا. وكنتمنى حتى شي واحد ما غيتردد ويساعدنا حيت واحلين هنايا. وشكرا.